مستقبل خالي من التهاب الكبد، شعار اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي لعام 2020، وبتحيي منظمة الصحة العالمية يوم 28 تموز من كل عام لزيادة الوعي حول هالمرض. هذا المرض يمكن كثير ناس عملت حملات توعية ضده ولحتى يحموا الناس منه، ولكن للأسف لساته عم ينتشر. هالمرض الفيروسي بيحصد أرواح الآلاف حول العالم، فهو بيحتل المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية بعد السل. واليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نحكي عنه بشكل مفصل، عن أنواعه، أسباب العدوى فيه، وطرق الوقاية والعلاج. ورح يخبرنا كل التفاصيل الدكتور باسيل حمامجي، اختصاصي بالأمراض الهضمية والداخلية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نبدأ مع حضرتك فقرتنا، رح نروح نحن والمشاهدين لنرصد بعض الأحصائيات الخاصة بالتهاب الكبد ضمن هذا التقرير. الوباء الصامت وأحد أكثر الأمراض انتشاراً وفتكاً بالبشرية، يتفشى بين الملايين في كافة أنحاء العالم. المرض وعلاجه. الاختيار وقع على هذا اليوم بالذات، غايته إحياء ذكرى ميلاد العالم باروخ سامويل بلومبرغ الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1976 لاكتشافه فيروس التهاب الكبد بي واستحداثه أول لقاح ضده. حسب الإحصائيات، فإن التهاب الكبد الفيروسي يقتل ما يزيد على 1.5 مليون شخص حول العالم كل سنة. التهاب الكبد الفيروسي يعني الالتهاب الناجم عن أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة A/B. جميع أنواع هذه الالتهابات الفيروسية هي اصفرار الجلد والعينين، البول الداكن، الغثيان والقيء. يعني مثل ما شفنا بهالتقرير المقتضب دكتور، تعريف بسيط عن التهاب الكبد، لو بدنا نعرفه بشكل مفصل وعلمي أكثر كيف منضيف؟ هلأ التهاب الكبد، التهابات الكبد هي ممكن تكون فيروسية أو غير فيروسية. الأسباب الغير فيروسية اللي نحن هلأ ما رح ندخل فيها، أشهر شيء الكحول والأدوية. لكن الإصابات الفيروسية هي عبارة عن مجموعة من الفيروسات اللي تظهر الإصابة فيها بإصابة كبدية. هالإصابة الكبدية ممكن تكون حادة وممكن تتطور في بعض الأحيان لمزمنة، وهون بدخل بقى المشكلة الصحية بهالإصابات. لما أنا بدخل على الإصابات المزمنة ممكن أتعرض لحالات مثل تشمع الكبد، مثل سرطان الخلية الكبدية، وبالتالي في عندي أنا مشكلة صحية كبيرة. الفيروسات هن 5 فيروسات اللي حاليا عالميا معروفين، لكن لا يعني انه نحن ما عندنا فيروسات ثانيه لسه ما انكشفت او ما اندرست بشكل صح. اشهر فيروس هو الفيروس A، وعندنا الفيروس B والفيروس C. الفيروس دلتا او الدي هو عباره عن جزء من فيروس بركب على الفيروس B وبيزيد المشكله الصحيه بشكل اكبر، وعندنا الفيروس E. الفيروس A هو الأشياء اللي بنتقل، لأنه طريقة انتقاله هي عن طريق الماء والطعام، بالتالي بيجي بشكل وباء، بيصيب مجموعات كبيرة من الناس بسبب سهولة انتقاله. وله علاقة بشكل أساسي، بما أنه له علاقة بالماء والطعام، معناتها بشكل أساسي هو له علاقة بالوضع الصحي تبع البلاد. وهذا نحن اللي شفناه سابقا، معروف نحن أول ما درسنا الطب وبكليات الطب والهذا، أنه هذا المرض هو مرض الأطفال من عمر 5 سنوات 10 سنوات، كلنا سمعنا أنه كان في صار معه ريقان وصار معه التهاب كبد. بينما لما قطعنا 2000 صرنا نشوفه عند الشباب، وهذا دليل على أنه هن وقت كانوا صغار ما أخذوا هالفيروس وما صار عندهم مناعة منه نتيجة تطور الوضع الصحي اللي كنا عايشين فيه. هلا رجعنا مرة ثانية صرنا نشوفه عند الأطفال وعند الصغار بسبب الأوضاع الصحية
العامة اللي سيدي وأنا ممكن تطور الفيروسات اللي ممكن وصلنا بهذا الوقت لهدول الأنواع اللي هي ممكن كانت حادة صارت مزمنة. طيب دكتور خلينا نحكي عن أبرز الأسباب يلي ممكن تؤدي لالتهاب الكبد. نعم مثل ما قلنا هنا خمس أنواع فيروسية، كل واحد كل واحد له شكل، له تركيب، له أسبابه وأعراضه اللي بتتظاهر، لكن أشهر مثل ما حكينا الأي والإي هن عبارة عن فيروسات تنتقل على الماء والطعام، بينما الفيروس بي والسي هن بنتقلوا عن طريق الدم ومشتقاته وسوائل الجسم مثل بالبي. فالفيروس أي حكينا أنه سريع بنتشر بسرعة، لكن شيء مميز فيه هو الفيروس إي أنه ما بتطور لإصابات مزمنة، والمناعة اللي بياخدها الإنسان لما بنصاب فيه بياخد مناعة كاملة. هلأ في لقاحات خاصة لهالفيروسات هدولة، بالإي لسه ما انتشرت تجاريا لكن بالأي منتشرة. في بلاد بالعالم لما بروح شخص يسافر على مناطق ممكن تكون موبوءة فبيعطون اللقاح عشان ما ينصابوا فيه. بالنسبة للفيروس بي، الفيروس بي بتظاهر، الفيروس بي بنتقل عن طريق الدم ومشتقاته وكمان عن طريق السوائل الجسم، سواء كانت سائل منوي أو سائل مهبلي أو عن طريق اللعاب. فهذا هدول بنتشر بشكل سريع وبنتشر بشكل كبير وبشكل خطر كبير، خاصة على الأطفال وخاصة كمان على المقدمين الرعاية الصحية، يعني أطباء الأسنان. فلذلك منظمة الصحة العالمية طالعت نظام للقاح ضمن نحن برنامج اللقاح الوطني الموجود عندنا، هو بيستهدف الأطفال وبيستهدف نفس الوقت كمان طلاب الطب، طلاب طب الأسنان، طلاب الصيدلة اللي عم يعملوا. أي حد عم يحتك بمريض اللي عم بيحتك بمريض طبعا تمام. لكن الأهم من كلها بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية إنه أنا أتعامل مع كل شخص بيجي لعندي على العيادة إنه هذا في احتمال يكون حامل فيروس، سواء فيروس التهاب كبد أو لليوم للأسف فيروس كورونا. نعم نعم. يعني حتى حضراتكم دكاترتنا الله يحميكم، وحتى الله كل الدكاترة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة السورية والدبليو اتش او العالمية عم يقولوا كل مريض يأتي لعيادة إن شاء الله يكون لتجميل فهو حامل لفيروس كورونا. فديروا بالكم. الجيش الأبيض اليوم، يعني كنت بتواصل مع أطباء بكلية الطب بجامعة دمشق عم يقولوا لي في كذا طبيب أصيب بفيروس كورونا، البعض شوفي والبعض لسه لم يشفى. بعضهم الله يرحمهم توفوا، والبعض توفى الله يرحمهم. شو هدا يعتبروا صح. طيب دكتور، أيها يشفى من فيروسات الكبد؟ يعني الأي يشفى ويشكل مناعة، السي خطير كتير بيقولوا أنه ليه أعراضه تقيلة ولا لأنه ما بيشفى؟ نعم أوكي. هلا الأي والإي مثل ما قلنا هن عبارة عن بيجي بشكل التهاب كبد حاد، عارف شلون، وعادة يشفى في نسبة ضئيلة، ممكن يتطور عندهم شيء اسمه التهاب كبد صاعق، النسبة هي 1 بالألف من المصابين أو أقل حتى. سمعنا في من فترة كم سنة صار من الأراجيل أو شيء كمان. نعم هدول، فلذلك نحن دائما بنكون مطمنين لكن بنحطهم على مراقبة لفترة معينة، وهدول عادة يشفوا بياخدوا مناعة تامة. بالنسبة للبي، 90% من مرضى التهاب الكبد الحاد بالفيروس بي التهاب الكبد الحاد يشفوا تماما، 10% بتطور عندهم إصابات مزمنة. لكن الخطورة وين هي؟ الخطورة أنه ممكن التهاب كبد بي يجي بشكل بدون أعراض وبحمله الشخص، وهذا معناته هو مايل للإصابات المزمنة وممكن ينقله. والأطفال عندهم احتمال، يعني خاصة الرضع اللي بنصابوا هن أول الولادة، هدول بنصابوا أكثر بالإصابات المزمنة، بتوصل ل 90% من هدول الأطفال إصابات المزمنة. حاليا طبعا لنا في لقاح، في عنا أدوية وإن كان ناخدها لفترات طويلة، والحمد لله وزارة الصحة عنا عم تأمنها بشكل مجاني، وهذا الشيء كتير كويس، والوقاية ضرورية يشفى جدا. دكتور يشفى 100%؟ يعني مثلا
اللي معه التهاب كبد سي لا بيقدر عم بحكي يتزوج. على البي هلا هلا عم بحكي عن البي انا برجع بسال عن السي هلا هلا راح احكي لك عن السي انا عم بحكي عن البي بيضل ياخذ دواء لفترات طويله لسنوات في منهم يشفوا في منهم لا يشفوا لكن بيضل الفيروس مكبوت ما عم بحسن ياخذ فعاليه وما بعد ليتطور وما بيعدي هي اهم شيء اوكي بالنسبه للسي السي الحمد لله بالرغم من هو المشكله بالسي انه ما نادرا ما بيطلع بشكل التهاب كبد حاد يعني نحن ما بنعرف انه هذا المريض معه التهاب كبد ها فالسي نسبته عندنا في سوريا 4% من السكان تقريبا وهي نسبه عاليه بتظهر بالشكل المزمن بحالة تشمع كبد بحالة التهاب كبد مزمن بحالة سرطان خلية كبدية وهالشغلات هذول هلا نحن بالنسبة لنا هلا الحمد لله فيروس بالرغم فيروسي ما له لقاح لكن الحمد لله هلا صار في علاج شافي حلو عارف شو وعن طريق الفم لا أبر ولا مشاكل وريت أو فتح طبعا في بروتوكولات معينة كمان وزارة الصحة الحمد لله ببلدنا وهذا الشيء مميز تمام. أنا كنت باليونان برودوس كان في مؤتمر على التهاب كبد سي وفي كتير دول بالعالم كلها ما بتقدم العلاج لمرضى التهاب كبد سي بشكل مجاني مثل ما نحن عم نقدمه هون فهذا شيء كتير كويس لكن والحمد لله صار في عنا نسب شفاء صار في عنا نسب شفاء بتوصل لل 97% الحمد لله يا رب أرقام ضخمة طيب دكتور خلينا نفوت بآلية التشخيص المناسبة لكشف النوع الالتهاب الكبد وهل ممكن نعرف من ارتفاع الخمائر عند التحليل ولا لا في تشخيص تماما مغاير للخمائر لحتى نكشف نوع التهاب الكبد نعم هلا بالنسبة لالتهاب الكبد بيجي بشكل التهاب كبد حاد فبنعمل الخمائر أول شيء بنشوفهم بأرقام كبيرة فمنجي هداك الوقت بنعمل الانتيجين الخاص لالتهاب كبد اي بطلع بوزيتيف فمنشخص انه هذا معه التهاب كبد اي بالنسبة لالتهاب كبد بي والسي في بروتوكول تماما في عنا البروتوكول هذا بيعتمد على الأضداد أول شيء عفوا على الأضداد أول شيء بعدين ممكن ننتقل لنحدد إذا في عنا إزمان لمرحلة شو هي مرحلة الإزمان نعمل التحليل عشان نحدد اول شيء كمان بي ولا سي ففي نعتمد على البي سي ار بالنسبه للسي كمان مو بس البي سي ار هو هذا يعني مو بس كشف الفيروس انما تحديد الجينوتايب تبعه لانه في عندنا عده جينوتايبس بيختلف العلاج فيها بننتقل بعدين لتحديد درجه الازمان ففي تحليل دمويه وفي خزعه كبد خزعة الكبد تعطينا فكرة على درجة الإزمان وبالتالي للخطة العلاجية المحطوطة لكن كتشخيص هو عبارة عن خمائر والبي سي آر بالنسبة للبي والسي ويبقى الوقاية وتبقى الوقاية هي الحل المثالي لنحقق هذا السلوغون اللي أخذته منظمة الصحة العالمية للسنة نحو الانتهاء من التهاب الكبد نعم. طيب كيف بدي أقي نفسي من التهاب الكبد؟ الفيروسي ذكرت النوع A بينتقل بالأكل والشرب ممكن نعم. ذكرت في أنواع تانية تنتقل بالملامسة الحميمية خلينا نعم. نقول نعم. كيف بدنا نقي أنفسنا؟ هلأ بسبب الاختلاف الأنواع الفيروسات في عنا لازم نحكي بكل وحدة لحال بالنسبة للA مثل ما قلنا بنتقل عن طريق الماء والطعام وبالتالي تحسين الوضع الصحي في البلد مراقبة المنتجات الغذائية مراقبة المياه اللي عم نشربها أو عم نستعملها أو كذا إذا كان بشكل صح هذا تحمينا بشكل كتير كبير نبتعد قدر الإمكان عن الأطعمة المكشوفة عن الأماكن ما لنا واثقين إنه هي بتأمن وقاية أو بتأمن مستوى عقامة ونظافة عارف شلون فهدول كمان مهمين كتير أوكي. بالنسبة للبي والسي مثل ما قلنا أول شيء طبعا هن أكثر شيء أشخاص الرياح أول شيء نحن بنحكي عن اللقاح لازم يتطبق اللقاح بشكل كامل وصحيح ويتاخذوا جرعات كامله لانه عدم تناول الجرعات الكامله جرعه وحده عاده بيعطوا 3 جرعات جرعه وحده غير كافيه جرعتين غير كافيه لازم يتطبقوا 3 جرعات بالتوقيت المناسبه وبالتالي
بحسن بنحسن نعمل وقاية. إذا أفينا جرعة بنعيد من الأول. نعيد من الأول، نعم 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 نعم. بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين أو أي شخص عم بتعامل بالرعاية الصحية، هدول مثل ما حكينا أول شغلة لازم نسويها نفكر هذا الشخص معه التهاب كبد، معه فيروس حامل فيروس بي أو سي، وخلينا نتعامل معه. إذا جمعنا الفيروسين مع بعضهم هدول نحن عندنا 14-15% من السكان، رقم كتير كبير، رقم كبير. فلازم ننتبه أطباء الأسنان، أطباء البشرية، طلاب الطب، كلهم هدول لازم يتعاملوا بشكل. وفي عنا قواعد موجودة بكل البروتوكولات عالمية وموجودة عنا شلون نتعامل مع المريض وشلون نتعامل مع الأجهزة، بحيث أنه نحن نحمي حالنا ونحمي الأشخاص التانيين المصابين. أكيد دكتور. وبالختام نتمنى كل الصحة والسلامة لكل مشاهدينا. تسعد صباحك وأهلا وسهلا. مرسي منكم. شكرا كثير لك دكتور. شكرا كثير.